محتاجين المتابعه المباشره من السيد الرئيس. افتكر لما تكون حرم السيد الرئيس موجوده في بعض الملفات اللي تهم المواطن وتهم الاسره المصريه، افتكر ده هيكون داعم قوي جدا لبعض القضايا اللي هي تولتها. احنا يعني كان في بعض الانجازات خلال الاربع سنين. احنا لو حصلنا جزء من، لو جينا اتكلمنا على الطرق، اتعمل 7000 كيلو طرق بكام بقى؟ ب 85 مليار جنيه واكثر من 200 كوبري. ده في مجال الطرق. لو اتكلمنا في المرتبات، المرتبات زادت من 80 مليار الى 230 مليار خلال 7 سنين. المعاشات، مجلس النواب اقر النهارده المعاشات زياده 15%. احنا وعدناكم الكلام ده في اول شهر 1/2018، قلنا ان الاسعار هتبدا تنزل نتيجه زياده المعروض، ولسه ما حصلش زياده المعروض بنسبه قويه. لسه الصور ما اشتغلتش، لسه 1.5 مليون فدان ما اشتغلتش، لسه بعض المزارع السمكيه اتفتح المرحله الاولى، لسه الثانيه والثالثه والرابعه، لا لسه في خير جاي. احنا عندنا في مجال الصحه بس، اولا تم اقرار قانون التامين الصحي، تم حصر فيروس سي، علاج من 1.4 مليون مواطن، كلفه الدوله حوالي 3.7 مليار. المستشفيات كان 88 مستشفى بقوا 109 مستشفى. في تطوير، في حتى تطوير في المستشفيات القديمه. البعد الاجتماعي، زياده معاش التكافل والتكامل، تطوير العشوائيات، تطوير القرى الاكثر فقرا، ارتفاع حصه الفرد في البطاقه التموينيه بعد ما كان 15 جنيه بقى 50 جنيه. لا في خير. فاحنا منتظرين الايام الجايه دي اخر 2018 يبقى يعني الدوله حاولت تشيل الدعم من على بعض السلع واستغلت ارتفاع الدولار انها ترفع بعض الاسعار، عشان في النهايه المنتج ده بيكلف جنيه، الدوله عاوزه توصله لك بنفس الجنيه، الدوله مش عاوزه ربحيه. بس بدل ما كانت بتدعمك، وده بيبقى حمل على الميزانيه وحمل عليك، وانت في النهايه بتدفعها كضرايب وبتدفعها كازمات وتدفعها، لا الدوله حريصه ان هي تشيل الدعم. والفترة اللي جاية دي بيتم تنقية البطاقات، الفترة اللي جاية دي هيبدأ تفعيل كارت الوقود، الفترة اللي جاية دي هيبقى إن شاء الله هيتم زيادة الوقود، ودي أفتكر هتبقى المرحلة اللي قبل الأخيرة في زيادة الوقود. إحنا من 5 6 سنين عارفين إن اللتر الصدار ممكن يوصل 5 جنيه، كلنا عارفين الكلام ده. احنا ليه بنفاجئ ببعض القرارات؟ لا كلنا عارفين الكلام ده، وعارفين إن الدعم ده كان سبب من أسباب الخراب في فجوة ما بين الإيرادات والمصروفات. والفجوة دي كانت جاية منين؟ من الدعم. أنت النهاردة ما كانش عندك مصانع، ما كانش عندك إنتاج، ما كانش عندك دخل، كان كلها عبارة عن قروض، كلها عبارة عن سلف، سندات بنبيعها، قروض علينا وعلى الأجيال القادمة. لا، إحنا بنعمل دلوقتي قاعدة صناعية. إحنا موجود في مجال بس الإسكان اتعمل 1.5 مليون وحدة سكنية في خلال 3.5 سنين، ما اتعملتش في 30 سنة. في 30 سنة ما اتعملوش. اتعمل النهارده تطوير المطارات والمواني. في مطار غرب القاهرة. في مطار موجود في 6 أكتوبر وفي العاصمة الإدارية والقطامية، مطارات أقوى وأشد من مطار القاهرة. اترفع كفاءة 6 مواني. سواء في الـ في الـ في الـ في الغردقة، في العين السخنة، في شرق التفريعة، في الأدبية، في العريش. كل ده احنا الدولة بتشتغل، وبتشتغل كمان بقوة. احنا عندنا الكهرباء، طبعا احنا زودنا ضعف اللي كان بيطلع لنا في خلال تاريخنا كله. يعني احنا وصلنا ل 48 ميجا وات. احنا المية اتعمل محطات لتحلية المياه عشان مشكلة سد النهضة، وان شاء الله احنا وعدناكم ان في خبر الرئيس قال ان في اكتر من خطاب بشيء مبطن ان سد النهضه ما تقلقوش، وسد النهضه هيتقطع دبره. الدوله المصريه بتشتغل على جميع المحاور، المحاور السلميه، محاور المفاوضات، وفي نفس الوقت بتامنك من خلال محطات ميه، وفي ان شاء الله باذن الله في خير جاي من بحيره فيكتوريا، في ان شاء الله باذن الله يعني اخبار احنا مش قادرين نقولها لان برضه عشان اهل الشر. لكن الناس ما تقلقش، مصر مش هيحصل فيها شح ماء ان شاء الله. الدولة المصرية شغالة وشغالة بقوة. موضوع نهر النيل في ايد امينة. بالفعل في ايد امينة.
الاجهزه الامنيه شغاله، الاجهزه المعلوماتيه شغاله، وزاره الخارجيه شغاله، رئاسه الجمهوريه شغاله، احنا واخدين كل النفس الطويل في التفاوض، لكن في نفس الوقت شغالين على الارض وشغالين بقوه. وفي حاجات احنا ما بنقدرش نقولها ليه؟ عشان في قوة شر داخلية وفي قوة شر خارجية، لكن إن شاء الله في خير، والله في خير، والدولة هتقف على رجليها إن شاء الله بالرغم كل حاقد وكل مخرب وكل مدمر. إحنا الفترة اللي فاتت شفنا بعض الناس اللي كان بنقول ليه الدولة زي حازم عبد العظيم وزي ناس كتير جدا من النشطاء اللي اقتحموا القضية 250، إن شاء الله هتكون من أول قرارات السيد الرئيس في أول الـ يعني بعد رئاسة الوزراء والمحافظين. أنا شايف إن ده هيكون من أول اهتمامات الرئيس، كل ما انكسر كوباية هيتحاسب عليها، إعلامي سياسي راجل أعمال كل هيتحاسب، وهو وعد الشعب وإحنا نثق في الوعد بتاعه. إحنا يعني عاوزين نقول اللي بيحصل في الأردن، عندنا الإخوان جزء من المجتمع الأردني، وأنا بوجه رسالة قوية. النهاردة تم تغيير رئيس الوزراء، وأنا بوجه رسالة لأهالينا في الأردن، اجتمعوا حوالين القيادة بتاعتكم، حافظوا على بلدكم. الرئيس السيسي لما خرج ووجه رسالة للكويت والإمارات والسعودية، وجه للمواطنين حافظوا على البلاد بتاعتكم، وأنا بقول للشعب الأردني حافظ على بلدك، حافظ على الملك بتاعك. خلي بالك الاخوان بتدي اشاعات، زي واحد يقول لك المدينه دي بقت خارج نطاق المسؤوليه والسيطره، ده ما فيش فيها شرطه، ده ابعدوا عن قنوات الجزيره والقنوات المخربه، اعرفوا البيانات بتاعتكم اللي بتطلع من 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 من, من عندكم من رئاسه الوزراء او من القصر الملكي. اوعى تنخدعوا. انتوا شفتوا مصير ليبيا، وشفتوا مصير اليمن، وشفتوا مصير سوريا. اوعى تنخدعوا. الناس النهارده متربصين بيكم، والاخوان عنصر مدمر، والله طالما ما بيخش في موضوع بيدمر البلد. اوعى تنساقوا ورا الاحاديث ورا الاشاعات اللي موجوده. خلي سقف في الاردن يحتويكم. خليكم ورا الملك بتاعكم. خليكم النهارده امن وامان لبلدكم. انتم معنيين. ايه يعني مزاد الوقود؟ يعني هو هياخد رئاسة الوزراء والملك هياخد زيادة الوقود يحطها وهترجع تاني خدمات ليكم. ما الناس لازم تتسوعب. لازم تتسوعب اذا كان دولة نفاس سياحة قوية ونفاس صناعة قوية، والملك النهارده بيبني البلد وانتم شايفين من شرقها لغربها. انتم فين يا اهل الاردن؟ كل تحية، وربنا يحفظكم ويحفظ الملك بتاعكم ويحفظ بلدكم. احنا يعني كان وزيرة السياحة الفترة اللي فاتت يعني خبر من الأخبار الجيدة وعودة السياحة بقوة وسياحة دينية، وأعلنت عن الوصول أول رحلات